أمس في الرياض بدأ كأس العالم للألعاب الإلكترونية. ألعاب الإلكترونية 60 مليون دولار. 60 مليون دولار أحمد كريم. مساء الفل. مساء الفل. جوائز. أنا أكبر جائزة كسبت فيها في الجيمينج 2 شاورما وواحد بيبسي. الله يرحم أيام الأتاري. أيام الأتاري. أيام الأتاري. كنت برهن على الشبشب. الشبشب. يعني لسه باخد الشبشب. ها يا حجاج. مروان. أنا ودي أرجع كلان زد إنك تلعب أيام جيرز أوف وور وهذا فشكلي برجع وبشارك والله جواز مرة. ملا. ها. جاهزين. وش يا باشا؟ خش يا بتيري. والله يعني انا كنت اتمنى ايام مورتال كومبات وتكن ترجع الصراحه. يلا الجيل حقي انت ريزيدنت ايفل وفاينل فانتسي طبعا الفيفا الدوري الياباني وروبرتو كارلوس.